ومن عناوين النشره الى تفاصيلها والبدايه من تطورات المشهد السياسي اهلا بكم حيث استقبل الامين العام لحزب الجماهير الوطنيه النائب الدكتور احمد عبد الله الجبوري ابو مازن السفير الايراني في بغداد محمد كاظم الصادق وشهد اللقاء مناقشه تطورات المشهد السياسي العراقي والعلاقات الثنائيه بين العراق وايران وسبل تعزيز التعاون المشترك واكد الجبوري على اهميه تعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقه لحل الازمات المتصاعده بالطرق الدبلوماسيه في مختلف المجالات السياسيه والاقتصاديه والامنيه، واستعرض الجانبان التطورات الاقليميه مع التركيز على الوضع المتازم في فلسطين ولبنان، واعربا عن قلقهما ازاء التصعيد المستمر في المنطقه، وشددا على استمرار التنسيق المشترك والتعاون الوثيق بين البلدين لمواجهه التحديات الراهنه وتعزيز الامن والسلام في المنطقه.